طلب ولد قال كنا نلتقي سوا الدخن تشرب منها جرب هاي تشربها ترتاح بيها اذا انت ضايش تعبان جربت هاي الماده شربتها شوي ارتاحيت ضجت انه قام شو يسوي يقلل عليه الماده للي يعطيني اياها هاي يعطيها مقابل فلوس او لا يعطيني يعني يعلمني عليها حتى شنو يخليني شويه اتعلم عليها منها ما كسه اروح له كسه اروح له قام يقطعها علي شو مثلا يقول لي تشتغل وياي يلا اعطيك هاي الماده قمت اشتغل وياه من التعاطي التدخينه للبيع مالي شلون قام يجهزك يعني شنو الكميات وبيش قام يحسب لك اياها هاي الماده الكميه مثلا يجهزني يقول لي انت وزع لي حتى اعطيك هاي الماده تدخن انا اجد الكميات مره جاب لي كيلو مرات نص كيلو اوزعها له توزيع زين هذا الكيلو والنص كيلو وكيلو ونص وين تبيع دام منطقه وشلون الطريقه؟ سيدي على طريقه توزيع منها ما يخلص عندي شو قد يبقى ست اشهر شلون الطريقه يعني؟ بالموبايل بسوق بكوب بالتليفون يا اللي يريد جماعتنا يعني يقول لي انه خابرك اعطيهم هو يخابرني يقول الطريقه يعني هو يخابرك هو يخابرني اي جد المبالغ اللي تستلمها مرات تستلم مثل مال يعني الاغرام بايش تبيعها انت؟ ب 8000 تبيعها يعني. زين اكبر كميه بعتها انت؟ الان بعتها تقريبا 3/4 زين الفلوس اللي تجيك الي مو لي توديها لي شلون تلتقي بي؟ التقي بي خابرني مثلا يقول ايش قد بقى عندك؟ فيقول لي القيت اعطيه الفلوس يعطيني ماده اللي دخنها لي وين تلتقي بي؟ باي منطقه؟ بالقياره بالمدينه زين انت مناطق عملك انت هم عندك مثلا يجون ياخذون منك ويا منطقه بالضبط والمن تبيع هو على التليفون يعني خابرني قال له اجيك فلان فلان الطيب يعني انت ما عندك شخصي يعني لا لا ما لا ما عندي يعني انت مجرد في المخزن او مستودع اي توزيع يعني انت توزيع يخابرني مثلا يقول له طيب فلان اروح اودي فلان زين يا منطقه تشتغل بها انت تطلع بالمدينه